حيش يقولونا معنى يسلبوا سعادة هو اللي بشي يواصل ولا 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 فما إمكانية متاع تغيير المدرب. هو ما هو الإشكال هو الإشكال اللي صار بعد العودة متاع المنتخب أنه الـ 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 الإدارة متاع اللي بقات معنى الأعضاء قاموا بتعيين بتعيينات كما قال لك باش نربط معنى على أساس راه هو وصف جليل أنه باش يواصل معنى التعيينات صارت من حسين جنيح ووصف جليل أنه إنيس البوسعادي ومنتصر الوحيشي باش يواصلوا المنتخب إلى أن يأتي أنه نعينوا مدرب للمنتخب الوطني في الوقت في المأزق في الوقت الحالي. هو راه يلزم الاستمرارية لأنه الفراغ ما يولدش حتى شيء بالطبيعة لأنه كان باش نقعدوا في فراغ باش نواصلوا في المشاكل مواصلة متاع إنيس البوسعادي ومنتصر إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. شكون باش يعين حاليا المنتخب توا موجود توا موجود على رأس اللي هو زاد كيف كيف وصف جليل هو اللي عين ملحسن ملوش وهو اللي عين نجي جويني اللي هما زوز بينيفولا جايين لفترة معينة ومن بعديك متطوعين باش يمشيو يا حبذا أنا نلقاو مدرب كفء للمنتخب الوطني في الفترة هذه وخاصة مش عاينو نعيمة تو انت بريفيو تكمل 9 مارس باش تعينوا تاخذ مسؤوليه اونترينور تكمل 9 مارس على الاقل خليل اللي بيجي يخدم. انا قلت لك يا حبذا انا نحكي لك نحكي مع كلامك احنا نحكيو في المطلق. شوف انا جوست باش نحوس الحاج لانه نحبش راني نخوض لا في القوانين ولا اونتر بارونتيز في القعبيجي برشا قعبيجي لانه القعبيجي اللي وصلنا له هذايا راهو على مدى العشر سنين اللي صارت بعد الثوره كيما صاير في الدوله. شوف وقت اللي الحاله الصحيه في اي حاجه انك تلقى اكثر من طرف موجود سواء في السياسه او في الرياضه لأن وقتها تخلق برشا منافس. نحن راو السنوات الأخيرة ما عادش لاقين رجالات إداريا سواء قراب للجامعة أو أنك يعني تقريبا المطلق الوحيد اللي كنا نشوفه فيه هو وديع الجري. ما فماش أسماء أخرى منافسة ما كانتش فما أسماء أخرى رياضية ما كونيش أسماء أخرى. هذا هو والفراغ هذا هو اللي ولد وقت اللي سيد وديع الجري ربي خلص وحله دخل للسجن ما لقيناش يعني أعطينا الأسامي اللي كانت متداولة مثلا اللي نحن نشوفه فيها في الساحة الرياضية اللي الناس تعرفها ما فماش. هذا هو الفراغ اللي خلينا نحن قاعدين نتخبطوا في المشاكل هذه. هذا شو نحوصل انا الساحه الرياضيه متاعنا.